بيشرفني ومنورني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير وصديقنا العزيز استاذ حسام زايد، الناقد الرياضي بالشروق ونائب رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. يا استاذ حسام منورنا ومشرفنا. اهلا بك امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بك منورنا ودايما بنسعد بوجودك معنا. اشكرك ربنا يخليك. كلام كتير وملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، خلينا بالتحديد نبتدي ببطوله ساتوك للايتام ومدى اهميه هذه البطوله من الجانب الاجتماعي والجانب الانساني اللي بيشارك فيه النادي الاهلي واللي هي بتجرى في هذه اللحظات كده. انا بتكلم معاك في النادي الاهلي في الجزيره. تمام، طبعا يعني بطوله ساتوك او دوري ساتوك للايتام طبعا ده بيعكس الدور المجتمعي للرياضه وتحديدا اللي بيقوم به النادي الاهلي باستضافه هذه النسخه من البطوله دي، النسخه رقم 4 اتعملت قبل كده 3 مرات لكن دي اول مره بيستضيفها النادي الاهلي. اعتقد ده رساله مهمه انه الرياضه مش بس لعب وكوره ونجوم وجمهور بيشجع، لا ليها دور مجتمعي ان انت يعني بتدي رساله انه انا موجود في كل النواحي الاجتماعيه، سواء النواحي الخاصه بالنشاط اللي زي كده، نشاط الايتام او حتى المرضى او الكلام ده كله، دي رساله مهمه جدا. وشفنا قبل كده كمان اللي كان دوري السفارات في النادي الاهلي، فاعتقد ان دي كلها موضوعات مهمه، لازم الرياضه يكون لها الجانب ده، لازم يكون لها رساله مهمه، والحاجات اللي زي كده بتوصل رساله سريعه باهميه الرياضه وقيمه الرياضه والجانب الانساني والمجتمعي للرياضه. فاعتقد انه ده موضوع مهم جدا، استضافه النادي الاهلي لدوري ساتوك للايتام مهم جدا، وجود نجوم عالميين زي نجوم زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي كده. بالظبط، طبعا دور مهم جدا ويعني شايفين اسماء كبيره طبعا. يعني رايك كيف اللقطه دي، تواجد كابتن اسامه نبيه، كابتن طارق يحيى، هم رموز نادي الزمالك ولابسين تيشرت عليه شعار النادي الاهلي؟ صحيح. واعتقد جاي في توقيت مهم جدا قبل بطوله الافريقيه، محتاجه اكيد توحد كل الجماهير المصريه ونبذ التعصب في الفتره دي بالتحديد. لا فعلا يعني لقطه رائعه، ولسه بنتكلم على بنقول الجانب الانساني للرياضه، ده التسامح بتاع الرياضه وقيمه الرياضه والاخاء اللي بتوصله الرياضه والصداقه اللي في الرياضه. الناس كلها لازم تعرف انه نجوم الاهلي والزمالك بره الملعب اصحاب وبيسهروا مع بعض واصدقاء، وفي منهم اللي فيه علاقه نسب وقرابه. فبالتالي الامور يعني ابسط من ان احنا نوصل لمرحله التعصب وان احنا نتخانق ونشتم بعض ونزعق ونعمل الكلام ده كله. لا المباراه 90 دقيقه جوه الملعب دي قصه تانية، اكيد فيها تنافس شريف، اكيد كل فريق نفسه. بالتالي لقطه زي دي انا شايف ان وجود الكابتن طارق يحيى والكابتن اسامه نبيه وهم من نجوم نادي الزمالك داخل النادي الاهلي، دي رساله مهمه جدا 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 بتوصل للجمهور المتابع لفريقه انه فعلا الصداقه اهم من اي شيء، والصداقه هي الرساله اللي بتاديها الرياضه في النهايه. طيب ده فيما يخص دوري ساتوك للايتام وهذا الحدث الهام جدا، لكن فيما يتعلق بقى بالفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي والفتره الجايه هيكون في استعداد قوي لموسم جديد ومعسكر ان شاء الله باذن الله هيكون مناسب للنادي الاهلي، اهميه المعسكر الخارجي بالنسبه للفريق في الفتره الحاليه واستعدادا ان شاء الله للموسم الجديد. طبعا يعني ده توقيت مهم جدا على الرغم من انه بتقام في بطوله كاس الامم الافريقيه، لكن ما فيش وقت تاني يعني بعد طبعًا. بطوله الامم هتدخل تكمل باقي الموسم اللي فات وتكمل كاس مصر وبعدين مباراه السوبر وبعدين الدوري الموسم الجديد، فبالتالي هو ده الوقت المناسب اللي انت تعمل فيه معسكرك الخارجي. تبدا تستعد بشكل جيد، انت دلوقتي بتستعد لحاجتين، انك تكمل الدوري وتستعد للموسم الجديد. بالزبط. فبالتالي يعني موضوع تكمله الدوري ده لسه حاجه خاصه بمجلس اداره النادي الاهلي، يعني مش عايزين ناكد على حاجه زي كده، احنا لسه مش عارفين قرار ممكن يكون. تمام، لكن ده في النهايه فعلا زي ما بتتكلم انه ده قرار متروك لمجلس الاداره، لكن انت بتتكلم على كل الظروف، انه سواء المجلس قرر انه الدوري انه هيستكمل الدوري، فبالتالي انت مطالب ان انت تستعد. بالزبط. من دلوقتي لانه ما فيش اي توقيت ثاني، لو تقرر عدم استكمال الدوري فانت مطالب تستعد للموسم الجديد وكاس مصر وخلافه. فاعتقد انه ده توقيت مهم للغايه انه يتم فيه الاستعداد للموسم الجديد. الموسمين مضغوطين جدا جدا جدا، ويعني انا شايف انه كان افضل قرار اتخذ السنه دي من اتحاد الكوره، او يعني هو كان قرار متاخر لكن كان لازم يحصل، انه ما فيش نادي يشارك في بطولتين. بالزبط. سواء بطوله عربيه او افريقيه يختار حاجه منهم، فبالتالي ده مهم جدا انه لا يتكرر اللي حصل في الموسم ده. ممكن ما يتكررش ان شاء الله.
اتمنى انه ما يتكررش الموسم الاستثنائي ده ما يتكررش. لا انا بقول لك هتضعنا اجباريا في موسم استثنائي اخر بالنسبه للكره المصريه. شوف يا امير، في حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها بنظره مستقبليه، لكن المهم اتخاذ الخطوات. يعني على سبيل المثال زي موضوع الفار مثلا، احنا بنتكلم انه الفار ده المفروض هيطبق في الموسم الجديد وهي تقنيه مفروض. الفيديو، لكن هل تم اتخاذ الخطوات الفعليه على ارض الواقع انه تقنيه الفار تطبق؟ اعتقد هتيجي مع بدايه الموسم الجديد وتفاجئ بنفس الموضوع انه لا، وانه لسه، وانه في اجهزه، وانه في فلوس، طيب كذا، طب ايه الاليه؟ ما حدش عارف اي حاجه. بمناسبه الفار، هل انت مع اتجاه اللي احنا سمعناه كده من اتحاد الكره ان الانديه تشارك في التكاليف الخاصه باستخدام هذه التقنيه، ولا شايف ان ده حاجه غير منطقيه يعني؟ لا انا شايف انه اتحاد الكوره المفروض يضع دراسه منطقيه للموضوع، في رعاه مع اتحاد الكوره المفروض ان هم يساهموا في الموضوع. اتحاد الكوره عنده الموارد بتاعته، ممكن يعني يستخدم هذه التقنيه، لكن في النهايه في انديه فقيره مش هتقدر تدفع، وخاصه بالضبط. ان انت يعني عايز اقول مش هينفع تقسم بنفس التساوي ما بين الانديه الكبيره والانديه الصغيره. في انديه فقيره حتى ما كانتش قادره تجيب حكام اجانب في مباريات الدوري، فبالتالي الموضوع لازم يكون منطقي الى حد ما. اتحاد الكره لازم يشوف ظروف الانديه كمان بشكل عام، مش الانديه الكبيره فقط، لكن في النهايه دورك كاتحاد كره ان انت توفر كل السبل المناسبة لإقامة المباريات في ظروف صحية وفي ظروف خالية من أي شبهة وخالية من أي يعني كلام وقيل وقال، خاصة أنه خلاص دلوقتي كله بيتابع، كله بيشوف، كله فاهم، وبنعمل مقارنات مع الدوريات الأوروبية. فبالتالي مهم أن أنت يكون ليك دور مهم، خاصة أنه اللي هيحصل في كأس الأمم الأفريقية الأيام اللي جاية لازم نستغله في الدوري، يعني سواء نظام دخول الجماهير، سواء التطبيق الفار من دور الثمانية، سواء النظام البطولة نفسه ازاي الجماهير هتدخل ان شاء الله نتمنى بكل سهولة ويسر. فأتمنى انه ده يكون بداية انه نطبقه في مباريات الموسم الجديد في الدوري. من كل الجوانب، من كل الجوانب لازم نبني على بطولة الأمم الأفريقية. بالظبط. ده هيخلينا احنا نتكلم بالتحديد على ملف بطولة الأمم الأفريقية ومنتخب مصر. قبل ما نتكلم على المنتخب نفسه ومبارياته الودية، كيف يستفيد المصريين او المسؤولين في عن الكره في مصر بالبنيه التحتيه اللي تم تجهيزها بشكل اكثر من رائع استعدادا لهذه البطوله، على ان تستمر فيما بعد هذه البطوله بالشكل المناسب، واللي بالتالي هيؤدي لمباريات بشكل رائع ومتعه عند الجماهير واثاره كبيره جدا من خلال المباريات، وهنشوف عدد كبير جدا من الملاعب المتاحه والمناسبه صحيح. والملائمه لاستضافه المباريات بشكل عام. ازاي نستفيد من الحدث ده؟ صحيح، يعني زي ما كنا بنتكلم انه الموسم اللي احنا فيه ده من الدوري هو موسم استثنائي. بالظبط. فبطوله الكاس الامم الافريقيه هي بطوله استثنائيه، يعني على مستوى الاستعدادات وعلى مستوى التجهيزات طبعا. وعلى مستوى كل شيء، يعني خلينا نكون صراحه انك تجهز ملاعب وتجهز لبطولة وتختار متطوعين وتدربهم وينزلوا يشتغلوا في المباريات خلال 4 شهور، ده كان قمة التحدي طبعا. يعني كان تحدي ونجحنا فيه في الحقيقة. صحيح. يعني كل اللي كان بيشوف الملاعب في الفترة الأولى يقول مستحيل إن احنا هننتهي من ده خلال 4 شهور، لكن فعلا كل الملاعب الستة دلوقتي أصبحت جاهزة تماما وفي أفضل صورة، وخاصة استاد القاهرة اللي هو الصورة الرئيسية لمصر. فاستاد القاهرة حاجة إن شاء الله تكون مشرفة للغاية، فيه اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية. شفنا إزاي سيادة الرئيس موجود في طبعا. أكتر من جولة تفقدية بشكل مفاجئ كمان، أنه بيشوف العمل وصل لفين. فأنا شايف أنه البطولة إن شاء الله هتعكس صورة مصر الحضارية في البطولة، رسالة رياضية ورسالة سياسية ورسالة اقتصادية ورسالة سياحية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. 6 ملاعب، استاد القاهرة، الدفاع الجوي، استاد السلام، دول في القاهرة. في عندنا استاد إسماعيلية واستاد اسكندرية واستاد السويس. أعتقد أن 6 ملاعب إن شاء الله هيكونوا يعني في افضل صوره ليهم بدايه من يوم الجمعه افتتاح كاس الامم الافريقيه ان شاء الله. وحشنا جدا استاد القاهره، الصور بصراحه اكثر من رائعه اللي احنا كنا بنشوفها على الشاشه دلوقتي، وفي الحقيقه مظهر اكثر من رائع. ونتمنى استمرار استاد القاهره في استضافه المباريات والمحافل الدوليه والمحليه كمان، سواء اهلي والزمالك هيلعبوا محليا او دوليا كمان او قاريا يعني. صحيح، هو يعني جوهره افريقيا طبعا. هو استاد القاهره، الاستاد التاريخي، الاستاد العريق اللي كان شاهد على الانتصارات الكره المصريه سواء على مستوى المنتخبات الوطنيه او حتى على مستوى الانديه. فان شاء الله نتمنى ان هو يستمر بعد كاس الامم في خدمه مباريات الدوري. واعتقد انه ما تم انجازه في هذا الملعب يليق انه فعلا يكون صوره مشرفه لمصر قدام العالم كله، مش قدام افريقيا فقط. ان شاء الله باذن الله. فيما يتعلق بقى بمنتخب مصر،
والمنتخب نفسه والفريق نفسه واستعداداته لبطوله الامم الافريقيه ومباراتين وديتين سواء امام تنزانيا او امام غينيا. تقييمك اولا للمباراتين دول واداء المنتخب فيهم ايه؟ تقييمي انه مستوى المباراه الثانيه وخاصه الشوط الثاني وتحديدا بعد نزول محمد صلاح كان افضل من المباراه الاولى امام تنزانيا. مباراه تنزانيا الى حد ما كان مستر اجيري بيحاول ان هو يدي فرصه لعدد من اللاعبين اللي هم ما كانوش في الصوره بشكل كبير، يعني حتى زي احمد علي بدا المباراه وده كان اول استدعاء ليه مع مستر اجيري، فاعتقد انه كانت لسه بروفا اوليه. المباراه الثانيه الى حد ما شفنا العناصر اللي هي بنسبه كبيره هتكون اساسيه في اول مباراه، شفنا مستوى الى حد ما جيد في الشوط الاول، في اخطاء دفاعيه حتى اتكلم عليها كابتن هاني رمزي انه في بعض الاخطاء الدفاعيه وانه في الى حد ما غياب تركيز ما بين خط الدفاع، فبالتالي كانت يعني مباراه مهمه. بنزول محمد صلاح الموضوع اختلف، الامور اختلفت، حسينا ان في فرق بيصنع الفارق وده شيء اكيد وكلنا منتظرينه طبعا. انا يعني مش مع انه بنتكلم بشيء من السلبيه على انه المنتخب بيعتمد على محمد صلاح، لا انا عندي ورقه رابحه ازاي بستخدمها ازاي بوظفها، المهم ان انا اعرف استخدمها كويس بالظبط، فده من حسن حظي وليس ب ب ب يعني وليس شيء انتقد عليه كجهاز فني أكيد اعتقد أكيد. او حتى منتخب مصر. فبالتالي عايز اقول حاجه مهمه جدا يا امير انه وقت الانتقاد لاختيارات خلاص عدى، يعني اتكلمنا في البدايه مين كان المفروض يكون موجود ومين المفروض ما كانش يكون موجود، دلوقتي وقت ان احنا نلتف حوالين المنتخب الوطني المصري. في يعني حتى حاجه انا كتبتها عندي على الفيسبوك قلت احنا دايما في نظره تشاؤميه قبل كل بطوله، قبل 98 اتكلمنا انه لا ده هنخرج من الدور الاول فرجع منتخبنا بالبطوله وكان العظيم الكابتن محمود الجوهري، 2006 و2008 و2010 مع الكابتن حسن شحاته نفس القصه، مش هنكسب هنعدي الدور الاول بالعافيه كذا، فبالتالي حتى 2017 في الجابون ما حدش كان يتوقع ان احنا نوصل النهائي، ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، فبالتالي طبيعي انه يكون في نظره تشاؤميه، طبيعي انه يكون في قلق على المستوى الجماهيري، لكن اعتقد ان الامور مع الجهاز الفني ومع اللعيبه اكيد الامور مختلفه، في ثقه، في عنصر مهم جدا في منتخبات قويه زي السنغال وزي طبعًا. المغرب وزي تونس كمان والكاميرون وغانا ما نغفلهمش من الصورة أكيد. لكن انت عندك الأرض والجمهور وده عنصر مهم جدا جدا جدا. منتخبنا هيلعب في استاد القاهرة بعد غياب مع وجود الجمهور العظيم، فأعتقد أنه ده إن شاء الله يكون دافع قوي لمنتخبنا أنه هو يذهب بعيدا في البطولة وتحديدا أنه يوصل للمباراة النهائية ويكسب اللقب بإذن الله إن شاء الله. هل المباراتين أتوا بثمارهما اللي كان بيتمناهم اكيد الجهاز الفني بقياده مستر اجيري؟ شايف ان بالتحديد كمان المباراه الاخيره امام غينيا ولا شوف انا مش عايز الكلام يكون انه باريحيه انه احنا خلاص وصلنا لافضل شيء ممكن نعمله كويس. خاصه انك جه فيك هدف التعادل وبعدين جبت جونين، فممكن بعض اللاعبين اللي انا شفته من التصريحات يكون حس انه لا ان احنا كويسين وان احنا جامدين والكلام ده لا. انا اتمنى انه يعني نكون واقفين على ارض صلبه وعارفين بالظبط احنا بنتصرف ازاي وبنتحرك ازاي، عايزين نكون في قمه التركيز. المباريات الرسميه اكيد تختلف تماما عن الوديات، المفاجآت واردة في البطولة دي تحديدا، انا حاسس ان فيها مفاجآت كتير هتحصل لانه العدد كبير، عدد المنتخبات كبير، 24 منتخب لاول مرة، والمنتخبات فيها عدد لا بأس به من اللاعبين المحترفين، يعني الفرقة خلاص اتعلموا ان هم يبعتوا لاعبتهم من صغرهم بيلعبوا في دوريات زي فرنسا والدوريات الأوروبية، فبالتالي الأمور اختلفت، ما عندهمش حتة الرغبة، ما عندوش حتة الخوف بقدر ما هو عايز يعمل مغامرة وعايز يعمل مفاجأة، فلازم ناخد بالنا كويس من المنتخبات المغمورة. يعني البداية مع منتخب زيمبابوي لازم تكون رسالة قوية ان احنا انطلاقة تكون قوية ان احنا مش جايين نهزر، ان احنا لا جايين ناويين على البطولة ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. التشكيل والمراكز، عايز ابتدي بالمراكز الاول، ايه المراكز اللي انت قلقان منها شوية في منتخب مصر؟ لا انا قلقان من الدفاع صراحة. الدفاع يعني انا قلقان من الدفاع والى حد ما كمان من حراسة المرمى، يعني خلينا اكون واقعي وصريح. احنا شفنا في المباراتين الوديتين
انا حاسس ان في غياب ترابط فكري وادائي ما بين خط الدفاع وما بين حراسه المرمى. ده ممكن يكون ناتج عن ايه؟ ناتج ان لسه مستر اجيري بيجرب الناس في المراكز دي ولا في ناس يعني في لعيبه اول مره تلعب يعني جنب بعض بالاسلوب ده او بالطريقه مع مستر اجيري، زي يعني وجود مثلا حجازي وباهر المحمدي مع الحراس المرمى الثلاثه محمد الشناوي وجنش واحمد الشناوي وكمان احمد ايمن منصور. ففي لا في مجموعه اول مره تلعب مع بعض، وده خاصه في خط الدفاع انت دايما بتحاول تعتمد على ناس متجانسه، يعني بتحاول خاصه قلب الدفاع بتحاول تشوف اثنين متجانسين مع بعض بفاهمين بعض في تفاهم، وده بيصنع تفاهم تاني مع حارس المرمى انه ازاي اكون بتعامل في الهجمات الخطيره او في الكرات العرضيه او في الكلام ده كله. فاتمنى انه الايام اللي فاتت كلها يكون الجهاز الفني اشتغل على ده، لان هم عارفين انه دي نقطه سلبيه واتكلم فيها الكابتن هاني رمزي تحديدا وقال ان احنا زعلانين انه ده بيتكرر، الاخطاء بتتكرر. فبالتالي اكيد كل الشغل خلال الايام اللي فاتت وفي المعسكر كمان ان شاء الله اللي بداوا منتخب مصر هنا في القاهره امبارح هيكون في كل الشغل على موضوع علاج الاخطاء، وان احنا ازاي نركز طول ال 90 دقيقه، وازاي يكون في تفاهم ما بين خط الدفاع مع حراسه المرمى. تمام مروان، طمنك شويه في خط الهجوم بعد المستوى الرائع اللي ظهر بيه في ماتش غانيا. صحيح، يعني دايما مروان بيكون محتاج ان هو ياخد الدفعه ان هو يسجل هدف، فبالتالي معنويا ونفسيا طبعاً يكون طبعاً افضل في الملعب. فالتحرك اللي عمله والهدف اللي سجله بالتسديده دي من بره هدف حلو، انا شايف ان هو حاجه كويسه نفسيا كمان قبل بدايه البطوله، خاصه انه بنسبة 99% هو اللي هيبدأ في أول مباراة، فبالتالي يعني دفعة معنوية قوية جدا جدا، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. طيب فيما يتعلق بقى بالتشكيل نفسه، توقعاتك للتشكيل، تعالى كده نمسك إيه مركز مركز ونبتدي بحراسة المرمى. مين هيكون حارس مرمى الأساسي في بطولة الأمم الأفريقية؟ شوف، هو يعني المعلومات الواردة، ولكن طبعا أنا دايما بحب يعني أسيب حتى لو 1% لأي قرار ممكن الجهاز الفني يغيره، لكن طيب. أنا بقول لك محمد الشناوي، محمود جنش، احمد محمد الشناوي. حارس مرمى محمد، ليه من وجهه نظرك ممكن يكون محمد الشناوي الافضل؟ بص، اي الثلاث حراس من وجهه نظري كل واحد فيهم ليه ميزه وعيب. وعيب تمام تمام. محمد الشناوي الى حد ما عنده ثبات والى حد ما عنده قدره على التعامل مع المواقف الصعبه، عنده مشكله في بعض الكرات ممكن تكون الارضيه او الكلام ده كله، لكن سهل ان هو يتم علاجها او يتم التعامل معاها. جنش حارس مرمى متميز وعمل موسم جيد. محمد الشناوي كمان لعب كاس عالم، صحيح كان هو في الصوره، دي اضافه ليه، كان اول ماتشين في مباراه كاس العالم. جنش حارس مرمى جيد جدا ومتميز جدا، لكن الجهاز الفني للمنتخب وضع في اعتباره اللقطات يعني عايز اقول السلبيه شويه اللي عملها جنش في بعض المواقف، او ان هو ساعات انفعالاته الزياده بتخليه شويه الفريق يدفع ثمن انفعالاته، دي نقطه. بالنسبه لاحمد الشناوي طبعا حارس مرمى جيد ومتميز طبعاً، لكن الى حد ما هو طبعا ما لعبش في افريقيا السنه دي مع بيراميدز، ما كانش بيلعب في افريقيا كمان، كان غايب للاصابه كمان، كان غايب للاصابه، وايضا بالخلفيات اللي قبل كده انه الى حد ما تحت الضغط الجماهيري شويه احمد الشناوي يعني مش عايز اقول ما بيقدرش يصمد، لكن التجارب السابقه بتقول كده. فبالتالي الجهاز الفني للمنتخب الوطني لغايه دلوقتي استقر على محمد، ده ترتيب حراس المرمى، محمد الشناوي، جنش، احمد الشناوي. محمد الشناوي، جنش، احمد الشناوي، ده ترتيب حراس المرمى. الشناوي رقم ثلاثة؟ ده في المقابل في ناس تقول ان احمد الشناوي رقم واحد. لا، احمد الشناوي رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، طيب، خط الدفاع، احمد حجازي في خلاف عليه؟ لا، احمد حجازي طبعا ده قلب الدفاع المضمون طبعا، حاجز مكان حجازي، حاجز مكانه بالظبط. طيب ايمن اشرف ولا احمد ايمن منصور كظهير ايسر؟ ايمن اشرف، لانه الخبره بتاعت ايمن اشرف، كمان انه الجهاز الفني عنده رؤيه انه تحسبا لاي تغيير ممكن يحصل في طريقه اللعب، فممكن ايمن اشرف يؤدي دور المساك بغير الظهير الايسر، فبالتالي ايمن اشرف هو اللي في المركز في الظهير الايسر، مش في قلب الدفاع الثاني يعني الظهير الايسر. طيب احمد المحمدي في خلاف عليه؟ لا، المحمدي طبعا حاجز كظهير ايمن مكانه. طيب بالزبط. اللاعب بقى اللي هيكون بيجاور احمد حجازي كمساك في خط الدفاع، هل هو محمود علاء ولا الونش ولا مين كمان؟
باهر باهر محمدي. محمدي. الى حد كبير هو باهر المحمدي. باهر محمدي هو الاقرب. بناء عليه او ليه؟ باهر المحمدي نفس قصة أيمن أشرف، أنه برضو بيجيد أنه هو في أي تغيير في طريقة اللعب ممكن يستعين به في مركز الظهير الأيمن، فبالتالي هو ده بيديه أفضلية مع أحمد حجازي. يبقى باهر محمدي هو الأقرب. في نص الملعب، في نص الملعب يعني يكاد يكون لا خلاف على محمد النني وطارق حامد بشكل كبير أو بنسبة 99% هما الاثنين، طارق حامد ومحمد النني مفيش خلاف على ده. يعني البعض بيقول دونجا لعيب مميز جدا، ممكن نلاقي مفاجاه في منتخب مصر وهو يبتدي البطوله، وان هو بيأدي مستويات كويسه جدا على مدار بطوله الدوري. البعض بيتكلم انه دونجا ممكن ياخد على حساب النني مش على حساب طارق حامد، لكن طارق مفيش خلاف عليه طبعا. طارق مفيش خلاف عليه، لازم يكون موجود. لكن برضو انت بتتكلم كمان على خبرات دوليه وعلى مشاركات دوليه، فدونجا لاعب مميز جدا وما فيش خلاف عليه، لكن انت بتتكلم دلوقتي على خبرات، على جهاز فني بيشوف انه محمد النني لاعب محترف في نادي ارسنال الانجليزي ولازم يبقى موجود حتى لو ما بيلعبش اساسي. بالظبط، حتى لو ما بيلعبش اساسي ممكن انت دايما. هو عمل مباراه وديه كويسه قوي امام غينيا في الحقيقه كمان، يعني بقاله سنين بيلعب في المنتخب طبعًا في المركز طبعًا ده طبعًا. فبالتالي ويعني وكلام كتير على النني كل بطوله نفس الكلام فبالتالي يعني لا انا شايف ان هو ما فيش خلاف عليهم يعني طبعًا. النني وطارق حامد رباعي خط الهجوم برضه ده بنسبة 99.9 محسوم، يعني عبد الله السعيد ومحمد صلاح وتريزيجيه ومروان محسن. ده رباعي خط الهجوم. والأقرب مروان محسن زي ما اتكلمنا. الأقرب بشكل كبير طبعا هو مروان محسن، وإن كان مستر أجيري يعني إلى حد ما مقتنع كمان بأحمد علي وشايف إن هو رأس حربة جيد وممكن يكون ليه دور في البطولة. يعني أحمد علي بصراحة أثبت إن هو يعني مهاجم شرس في مبارياته مع المقاولين العرب، لكن هو هيبدأ بمروان. طيب يعني مروان هو أكيد الأقرب إن شاء الله، وبإذن الله نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى لكل اللاعبين اللي هيشاركوا أيا كان مين هو بالظبط إحنا كلنا وراهم بإذن الله هيحاولوا. دي كلها برضو يعني توقعات بتيجي لنا من المعسكر المنتخب، وارد إنه يحصل فيها تغيير في أي وقت، علشان بس الناس دايما بتقعد تتصيد يقول لك لا أصل أنت قلت كأنه يعني قرآن منزل يعني ما فيهوش تغيير. لا دي توقعات للمشهد قبل البطولة بالظبط. طيب فيما يتعلق بقى بمباراة الافتتاح والمحاذير اللي لازم ياخد باله منها المنتخب واللاعبين والجهاز الفني في مباريات الافتتاح، لان دايما مباريات الافتتاح وارد ان يكون فيها مفاجاه، ودايما مباريات الافتتاح لاي فريق صاحب ملعب وعايز ياخد البطوله لازم يبتدي بدايه قويه. فبالتالي رسائلك للجهاز الفني واللاعبين في مباراه مهمه جدا وصعبه جدا امام زيمبابوي، وبالتحديد هو تعادل ماتشين وديان قبل البطوله، يعني شايف المباراه دي ازاي؟ مباراه مهمه زي ما قلنا انه دي مباراه الافتتاح، بتكون رسالة قوية للمنتخب انه انا بلعب علشان اخد البطولة كويس. ان انا بلعب علشان البطولة على ارضي وسط جماهيري، لازم استغل الكلام ده كله. لكن لازم يكون في اكتر من سيناريو للمباراة سواء عند اللعيبة او حتى عند الجهاز الفني طبعًا. وارد في اي لحظة يجي في الجون ده، يعني ده شيء وارد. فلازم تعرف هتتعامل مع الوضع ده ازاي، لازم تعرف يعني هتستغل الموقف ده ازاي، وان انت ازاي زي لما شفنا في المباراه الوديه مع غينيا يعني بالزبط. ان انت جئفك هدف فجاه يعني بالظبط. فبالتالي دي كلها مواقف وارده في المباراه، لكن يفضل ان انت ما يعني من اول لحظه ان انت تحاول تسجل هدف مبكر علشان تفرض سيطرتك على المباراه. ممكن عدد من اللاعبين الجيل ده يكاد يكون ما لعبش مع جمهور، ممكن يكون بالزبط. عنده رهبه من الجمهور في اول ربع ساعه. هل دي سلبيه ولا ايجابيه بقى؟ انت دلوقتي عندك حضور جماهيري غفير جدا في البطوله ان شاء الله، وفي نفس الوقت عندك الجيل الحالي ده للاسف الشديد بسبب الظروف المختلفه ما لعبش وسط هذا الحجم والكم الهائل من الجماهير. ازاي نقدر نتخطى على الجزئيه دي لو هي سلبيه، وازاي نقدر نستغلها لو هي ايجابيه؟ لا هي مش يعني لو سلبيه هتكون في بدايه المباراه فقط، انه انت اول مره نشوف الجمهور ده كله واول مره في استاد القاهره تحديدا، لان استاد القاهره بيختلف عن اي استاد طبعًا. احنا لعبنا وسط جمهور في المباريات المؤهله لكاس العالم طبعًا. كان في استاد برج العرب فبالتالي استاد القاهره يختلف تماما الوضع، يعني في رهبه فعلا. فازاي اللاعبين هتتعامل مع رهبه الجمهور وتعرف ان الجمهور ده دافع قوي ليك مش موجود علشان يعمل ضغط عليك. بمجرد ما الرهبه دي خلصت لا الجمهور طبعا اكيد عامل دافع قوي
للاعبين في طول البطوله مش في اول مباراه بس، انه دايما حتى لو انت مش جاهز بنسبه 100% على المستوى الفني والنفسي، الجمهور بيعوض الكلام ده كله. الجمهور بيكون عامل ضغط ايجابي عليك وعامل ضغط سلبي على المنافس، فبالتالي لا ان شاء الله جمهورنا يعني يعزف اجمل سيمفونيه في مباراه منتخبنا في استاد القاهره، ونشوف لوحه فنيه رائعه من الجمهور زي 2006 لما شفنا الناس كلها بتروح الاستاد والاسر والاصدقاء والاصحاب، كانك رايح سينما او كانك بالزبط. رايح تتفرج على مسرحيه. فنتمنى نشوف ده ان شاء الله. نتمنى تكرار ان شاء الله لسيناريو 2006 بطوله الامم الافريقيه 2006، وبالتحديد كمان سيناريو بطوله كاس العالم 2009. ما خدناش طبعا بطوله، لكن كان في منظر جماهيري رائع جدا، وباذن الله يتكرر هذا السيناريو في بطوله الكان 2019 في مصر. المنتخبات المتوقع ان هم يوصلوا للمربع الذهبي مثلا، او المنتخبات اللي هيكون ليها دور وكلمه قويه جدا في البطوله من وجهه نظرك؟ لا، في منتخبات كتير، يعني زي مثلا المنتخب السنغالي، انا اتوقع ان هو يكون ليه دور في البطوله، وان هو يكون، بس نتمنى ان هو يعني ما يبقاش يعني يبعد عن منتخبنا، يعني لو جه في طريقنا ان شاء الله نخرجه بره البطوله. لكن عنده مجموعه من اللاعبين، هو اغلى منتخب في البطوله على مستوى الارقام الماليه هو الاغلى، لكن احنا كمان عندنا محمد صلاح هو اغلى لاعب في البطوله يعني. فبالتالي منتخب السنغال بالنسبة لي هو من المنتخبات القوية اللي كله هيعمل لها حساب في البطولة. وفي كمان المنتخب المغربي، رغم المشاكل ورغم الكلام اللي بيحصل ورغم هزيمته في المباراتين الوديتين، لكن لا، المنتخب المغربي دايما منتخب مرشح ان هو يكمل مشواره في البطولة. كان عنده يعني غاب عنه التوفيق وكان سوء حظ انه يقع في مجموعة قوية في كأس العالم، لكن اتوقع البرتغال وايران كانت مجموعة قوية جدا يعني. فاتوقع ان هو ممكن يكون يعني برضه يكمل الادوار النهائية في بطولة مصر ان شاء الله. حتى المنتخب التونسي انا شايف ان هو منتخب عنده عناصر جيدة من اللاعبين يقدر ان هو يكمل. كمان ما تقدرش تغفل حامل اللقب المنتخب الكاميروني طبعاً دايما، ما حدش بيتكلم على الكاميرون في الحقيقه رغم ان هو فعلا حامل اللقب يعني. طبعا الناس شويه ناسيه منتخب الكاميرون، لكن مركزين مع ساديو ماني في السنغال والكلام ده، لكن اتوقع كمان الكاميرون وغانا اكيد، يعني دي منتخبات اللي ليها تاريخ وليها اسماء ما تقدرش تجنبها لما تيجي تحط ترشيحات. تمام، فدي من المنتخبات القويه اللي هيكون ليها مردود في البطوله، ونتمنى انه البطوله يكون المستوى الفني بتاعها مرتفع، لانه في تخوف انه العدد كبير المنتخبات اول مره 24 منتخب، ففي تخوف انه المباريات فنيا هتكون فقيره فنيا. لكن انا اتمنى انه يكون ده عنصر مفاجاه زي ما اتكلمنا انه المنتخبات خلاص بقى عندها حته الاحتراف اللاعبين من صغرهم. اتوقع انه ان شاء الله، اتمنى يعني يكون المستوى الفني مرتفع في البطوله. متفائل ان شاء الله ان مصر تفوز باللقب؟ متفائل ان شاء الله، وباذن الله نبارك لبعض في يوم 19 يوليو ان منتخبنا يكون خد اللقب الثامن باذن الله ان شاء الله. استاذ حسام زايد، نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا امير، سعيد بوجودي معك. شكرا. طبعا ده كان لقاءنا مع استاذ حسام زايد نائب رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق، واتكلمنا في ملفات كثيره جدا سواء فيما يخص النادي الاهلي او كمان فيما يخص منتخبنا الوطني اللي بيستعد لبطوله مهمه جدا، نتمنى له اكيد فيها كل التوفيق. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده في نفس الميعاد بكره ان شاء الله. إلى اللقاء.